تحية مجددا لمتتبعي قناة مغارب نيوز. اليوم احنا امام قضية ديال ملف تهامي البناني يتكرر من جديد، لكن في قالب اخر وفي شكل اخر وفي مدينة اخرى، مدينة تمارة. معنا أمي فاتحة اللي تبارك الله عليها تجيد الحديث وتجيد الكلام، وهي الأم المكلومة في الابن ديالها، الابن المسمى أبو القادر حيرش. معك من الأسف باقي ما كملناش ملف ديال التهامي البناني بمدينة المحمدية، اليوم كنصطادموا بملف شبيه بملف ديال التهامي البناني لكن في تمارة. ما غنطولوش بزاف وغادي نوجهوا التحية والكلمة للا فاتحة أم عبد القادر حيرش. السلام عليكم. السلام ولدي، بارك الله فيكم ولدي. السلام عليكم للا فاتحة. أنت الإبن ديالك عبد القادر حيرش اختفى منذ سنة 2019. احكي لينا على السلام عليكم ولدي. كنشكركم على هذه الاستضافة ولدي، كنشكركم وكنشكر المغرب داخل المغرب وخارج المغرب، وكنشكر الرأي العام وكنشكر الصحافة اللي كتتجهوا لينا وكنحكيو لكم المشاكل ديالنا ولدي. هاد الولد ديالي ولدي من 2019 وانا كنعاني مع هاد الولد، ما عرفتو ميت ما عرفتو حي. هاد الولد سيدي خدام، كان قاري، كان كيقرا ومن القراية دار التكوين ولا تكنيسيان ديال البارابورات، خدام صنعته، ماشي شي واحد مخصوص ولا شي حاجه، الحمد لله الله يرضي عليه ميسور. صيفطوك ليا مشى خدم لواحد الناس تما، دوك الناس تعرف معاهم مع البنت ديالهم ولا مطوعه الجواج باش يتزوجوا هكا في الاخر. الولد مشى كيخدم في واحد المحل، ربط علاقه ديال 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 ارتباط مع بنتهم. واخا احكي لينا كيفاش كانت هذه العلاقه. هذه كيفاش هذه العلاقه ديال الجواج، بغاوه الجواج، وهو هكذا في الاخر سمع شي حاجه، شاف شي حاجه ما بغاش، ما عجبتوش ديك الحاجه، ما بغاش ياخذها. واخا ملي سمع عليها ما بقاش بغى ياخذها. شنو وقع؟ واحد الليله كان عندي واحد العرس ديال واحد البنت عندي، ونهار الفطير على الصباح معيطه ليه دارهم، قالوا له تعال صعوب لينا واحد شي حاجه في الدار، واحد الكاميرا. مشى عندهم في العشيه، انا سقت الخبر في الصباح، انا وقعت ديك الواقعه ما قدروش يقولوا لي حيت عندي السكر، ما قالوا لي حتى الليل، عاد سقت الخبر. شنو الواقعه وقعت؟ عيطوا عليه ودخلوه للدار سيدي، كيحلف لي هو وليدي من كان. هادشي اش من عام هذا؟ 2018 ديك الساعه، 2018 في شهر 11 في شهر 11. يلا دازت 4 شهور ونص وقعت الجريمه الاخرى هي هذيك، معيطه لي قال لي امي عيطوا لي، قال لي باش غادي نصايب لهم، قال لي لقيتها جالسه هي وامها واخوها، قال لي فطار، قال لي ما بغيتش فطار، قال لي بقات عليا امها خذ فطار، قال لي عطاتني كاس ديال القهوه شربت منه، قال لي جغمه ولا جوج باش غادي، قال لك نجبد داك الريسيبتور غادي نصاوب، قال لك راسي تقلب عليا ما بقيتش عارف راسي فين. شرب شي حاجه في ديك القهوه؟ قال لي شربت امي، اللي شربته في القهوه. قال لي ما توعيت، ما حليت عينيا تلقيت راسي في السبيطار في سيدي الحسن. ويحكيوا للناس اللي هزوه داوه لسيدي الحسن، داوه حتى لعاد البوليس ديال تمارة، داك الوفاق كوميسيريا. ملي لحقوا البوليس في ديك الحاله قالوا له ها شنو الولد ها طاري ليه، قال لهم تديوه للسبيطار حتى تولي فيه الروح، راه ما نعرف واكل شي حاجه. داوه للسبيطار وداروا الاجراءات وتحل عينيه عاد باش جابوه. ملي جابوه سقنا حنا الخبر لبوه الصباح، دار شكايه لوكيل الملك. واخا هنا غنوصل الشكايه، واش دابا ملي خضروه اولا داروا داك الشيء، داروا واش تم الاعتداء عليه ولا وقعت له شي حاجه؟ اعتداوا عليه، كرفصوه، قطعوا له حوايجو، راه تصاور قدام وكيل الملك ديال تمارة، تصاوروا الكلام اللي قايل هو في ديك الشكايه، ما قايلهاش انا، هو اللي قايل. نعم. وكانوا غيفرعوه من هنايا شي حاجه، كانوا غيفرعوه من هنايا، شوف الحاله ديالو. نعم. شنو داروا ليه؟ هذه الصوره ديالو، هذه قبل ما يختفي. قبل ما يختفي، هنا كانوا غيقتلوا، قال لي امي عمري باقي طويل. هاد الشيء راه كلشي قدام وكيل الملك ديال تمارة. بقات الدعوه مستمره. في 2019 22 شهر 4
كدير لي وليدي المفاجآت. كان عندي واحد الفرح ديال واحد البنيه اخرى، هذيك التنين درت الفرح والتنين الاخر مع 6 ديال العشيه ونص، تعيط ليا صاحبه امي فاتحه لاباس، قلت له لاباس، قال لي كاين شي واحد حداك من الدراري، قلت له لا، على شنو بغيتي؟ ما حدايا ولدي حتى واحد، قال لي كلمي لي شي حد، انا بغيت نهضر معاه، ما قلت له ما حدايا حتى واحد، كاينه غير اخته، قال لي دوزيها لي، دوزت له اخته هضر معاها، قلت لها مالكي؟ قالت لي راه ولدك قال لك بدابز، ما بغاتش تخلعني. هبطنا للبحر، قالت فين فين دابز؟ قالت في البحر في عنق الجمل. هبطنا لتما، كاينه كنسول بحال الحمقى، شكون وليدي؟ كاين شي دبوزه وليدي؟ كاين شي دبوزه وليدي؟ كلشي كيقول لي لا ما كاينه لا دبوزه لا والو والو. شويه هو يجي خوه، قال لي راه ولدك راه السيده راه مع ولدك، راه قال لك طاح في البحر. مشينا الجدرميه لحقنا، واخا هي كانت معاه هاد السيده هادي، واخا هاد السيده هادي اللي كانت كتربطوا معها علاقه وتفرقوا ما تفاهموش او لا ما بقاش بغاها، كانت معاه في هذاك النهار اللي غادي يقولوا عليه على انه رمى راسو في البحر. في هذاك النهار كانت معاه، كانت معاه، ودخلت عند لجودان وكان بكي عليه، قال قلت له شكون اللي معاه؟ قال لي راه معاه فلانه، بلا ما نذكر سميتها، راه معاه فلانه، هي اللي كانت معاه. قلت لهم هي السبب، ولدي لا ميت هي، مشى لشي بلاصه مقتول، هي هي السبب ديال ولدي، بحكم انها عندها عداوه معاه، حيت عندها عداوه معاه، وتحيلفت عليا وليدي، قالت لي لا ما خديت عبد القادر غنقتلو هكا، قالت لي هي هذيك صافي. قال لي لجودان شكون اللي قالها لك انت؟ قلت له قالها لي صاحبه. عيطوا لصاحبه وجا، قال له شكون اللي قالها لك انت؟ قال له عيطت لي هي. باش عيطت عليك؟ قال له باش عيطت عليك؟ قال له عيطت لي من تليفون صاحبي، من تليفون صاحبي ديال عبد القادر معيطه ليه، قال لهم ها النمره هي باش معيطه ليها هي من تليفون صاحبي. عيطوا ليها خرجوها من داك المحل، قال لها فين هو التليفون؟ بقات كتفتف، قال لها جيب لي التليفون. جدت لهم التليفون، قال لها حلي الكود، ما بغاتش تحل الكود، قال لها الجدار ما يحلي الكود باش عيطتي للولد، حلي الكود. حلت لهم الكود، تما قالوا لي خرجي بحالك دابا خدمتنا هذه. خرجت صافي الصباح، مشيت كنسول البلاصه اللي قال لك راه غرق منها، مشيت وليدي ديك البلاصه، هذيك البلاصه اش غنقول لك؟ اللي بغى يدير جريمه يمشي لديك البلاصه، هاد البلاصه ممنوع فيها العوم وممنوع فيها السباحه، وحاشا نقول لك ديك البلاصه راه وبين الله مارين 800 متر ولا 900 متر فيها موج عالي، موج عالي وغارقه ديك البلاصه، الا وقفتي بحال هكا الدوخ بالغرق الدوخ، من تما قال لك هبط. علاش هبط؟ قال لك هبط، ملي تفاجئ قال لك هبط بشي طاح الحشيش. كيفاش هاد القايد ديال طاح الحشيش؟ وشكون قالها؟ هاد الولد وليدي ما عنده صوابق، ما عمر ولدي تشد في الحبس، ولا عمر شي واحد دعاني، ولا قال لي ولدك راه عنده شي مشاكل نهائيا. ولدي نقي، ما عنده حتى شي وسخ من هذاك الحشيش اللي قالت هي، ما عمر تشد على داك الحشيش ولا شدوه سكران في شي بلاصه ولا مخسر شي هضره في شي بلاصه نهائيا. وسخاتو بهاد الكلمه ديال الحشيش، راه مشى الحشيش، راه طاح الحشيش، قال لك كيفاش طاح الحشيش؟ ايه قال لك شاف الحشيش تم وهبط ليه ديك البلاصه، قال لك شاف هبط على الحشيش. وباش عرف نضر حشيش تما؟ باش عرف ورا حشيش 15 متر و 14 متر ولا طاحت شتت، شكون كان غيساعدو باش يجبد داك الحشيش؟ فاجاتني ثاني عاد قاضي التحقيق، قالت لهم راه قال لها قاضي التحقيق هو ومن كان، شكون اللي كان؟ قالت له كانوا معنا جوج، جوج صحابو ولا جوج ديال؟ قالت لك جوج. قال لي قاضي التحقيق واش كتعرفيهم؟ قلت له هي اللي كتعرفهم، انا وليدي ما كنتش معاهم، هي اللي عارفاهم توريهم لكم. وهاد جوج تذكروا في البحث؟ ما جابوهمش، ما شدش هاد الجوج، ما جابوهمش، ذكرتهم هي ديك الساعه وما جابوش هاد الاولاد. ما قلت لهم شكون هما؟ ما جابوهم، ما جابوهم عاد قاضي التحقيق، ما كيدوزوا قدامي في جلسات ما كنشوف حتى شي حاجه نهائيا، هي اللي قالت. يعني لا وجود لهم؟ لا وجود لهم، هي هاد الجوج اللي قالت على الحشيش. وولدي غيسيق الخبر على الحشيش وبغى يطيح تم. غتشوفوا ديك لامارين هي الاولى، الدبانه اللي طاحت تما غيتشوفها. ماشي على ولدي اللي غيشوف داك الحشيش وغيمشي ليه يجبدو، وعين ولدي غيمشي يجبد داك الحشيش، شكون كان غيساعدو غيجبد داك الحشيش؟ شكون كان غيعاونو ولدي؟ لا وباش عرف بلي راه كاين حشيش؟ وباش عرف؟ هادي عاد امي هات،
موهت ليا الولد، اما قاتلاه اما خاطفاه اما دايره فيه شي جريمه، جريمه الاولى عودتها بالثانيه، ما كاينه لا حشيش لا والو. وليدي حسب المنظور ديال الام كتقول وليدي عند لجودان، قلت له انا مزوقه فيك، تثبت ليا الحوايج ديال ولدي باش نعرف واش ولدي بالصح اللي كتقول هي راه. جبت ليا الحوايج من الكارطونه، جاب ليا الكارطونه دفعها ليا برجله، وراني السروال والسبرديله في الكارطونه، قال لي هادو ديال ولدك، قلت له ديال ولدي، قلت له واش غتعطيهم لي السروال والسبرديله فقط؟ صافي، والسروال باقي معقود بالصمطه ديالو. واخا والحوايج الفوقانيين لا تشاكيطه لا تيشورطه، كولون كحل ما عندوش، قسما بالله وليدي نهار اللي جاو الحوايج من المحجوزات، ديك السبرديله فيها تقاشر مفاردين، قسما بالله لا سبت قاشر مفاردين مسيبين في ديك السبرديله ديال ولدي، راه باقا لدابا السبرديله والسروال عندي، كلشي راه باقي. هذا اللي غيطيح حيد غير السروال والتشاكيطه وذكر غيطيح بالتشاكيطه والتيشيرت. قلت واش غتعطيني الحوايج ندي معاهم؟ قال لي لا غنديروا لهم البصمات ونشوفهم شكون اللي حاطهم وغنديروا البصمات البلاصه اللي طاح منها، اللي قال ترى طاح منها، وداك الشيء كنتفاجئ بالملف الحق التحقيق. واخا حسب تكييف وحسب منظور لا فاتحه كتقول حسب ما استقينا منها على ان هذيك العمليه ديال تلاح في البحر ما هي الا عمليه تمويه لجريمه ما او اختطاف او شيء اخر، حنا ما كندخلوش في التحقيقات، حنا ما كنقولوش هاد الامور هذه، لكن المعطيات اللي عطاتنا دابا امي فاتحه شيء ما كتدل على ان قضيه البحر كانت مساله ديال التمويه، وغنثبتوها دابا حاليا بواحد مساله اخرى. امي فاتحه قلتي لي في الكواليس قبيله من راه كاين شي واحد شهد على انه شاف سياره كحله فيها جوج ديال الناس، كيفاش؟ عاودك بعدا كاينه مشيت عند وكيل العام، سيد وكيل العام الله يكثر خيره، دخلت عنده عاودت ليه هذا الشيء، عطاني ورقه قال لي تمشي انت وراجلك وواحد من ولادك للشرطه العلميه ديال الولايه، ودارونا لاضيئين، قال لهم واخا يكون غير عظم، إذا كان شي ولدها طايح في البحر غادي يبان. كنمشي عندهم كل خطره، في الاخر عطاوني رقم الملف وصيفطوا الملف للوكيل العام، قالوا لي لا ولدك ما كاينش في البحر نهائيا، ما لقاوش الجثة، ما كاينش الجثة. واخا وتكلمي لينا على هذوك الجوج اللي قالت عليهم هي، واللي قال واحد السيد اخر اللي حكى لكم وراك قلتي مسجله داك الشيء، سياره كحله وجوج ديال الناس. شاهد واحد مشى عندها قال لك نهار 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 اللي وقعت الجريمه ولا غدا، قال لها غير قولي الحقيقه، غير قولي الحقيقه، داك الولد راه ماشي ديال هذا الشيء، وهذوك الناس راه ماشي ديال العيب وترزاو في هذا الولد، غير قولي. قالت له قلت الحقيقه غتولي عصابه، وهذا الشيء هذا شهد قدام قاضي التحقيق قال له هذا الكلام، وقايلو ثاني عليه في الملف وشاهد شهاده بالله. الشاهد كيعرف عبد القادر ولا كيعرفها هي؟ ما كيعرفنا، ما كيعرف لا عبد القادر لا والو. كان تما، كان تما، كان تما سيدي. قالت له قلت الحقيقه غتولي عصابه، وهاد الجوج اللي قالوا جوج هي قالت راه جوج كانوا، وواحد الصياد سامحه الله على الكلام اللي قال، راه خرج بواحد المنبر وما بغيتش نجاوبه، ولكن يجاوبوا القضاء ان شاء الله، عندي يقين في القضاء، انا مهله عليه تابعه دقه بدقه، حيت داك السيد قال شي كلام خرجوه في اللايف، قال لك هذاك الولد نهار اللي وقعت الحادثه 2018 ماشي في 2019، ها غلط الاول، قال لهم راه ملي جاو هما شفتوهم اللي جاوا البنت ونزلوا من طوموبيل كحله، ولدي ما عندوش طوموبيل كحله، وهو قال طوموبيل كحله، انا عندي تسجيل والتصوير ديالو كامل كتابي ومباشره، كلشي عندي وكلشي غيكون قدام القضاء ان شاء الله. يعني دابا هذا الصياد كان قال هذا الكلام، وقال هذيك البنت راها علاقه مع داك السيد وراهم عائله بوحدها كيجيو بعضياتهم، ما بغاوش والديه ياخذوها. واش هذا السيد كان معايا؟ عرفني ما بغيتش ناخذها، عرفنا عائله كنجيو بعضياتنا. السيد هذا واش هو نفس الصياد اللي مشات لها عنده النهار اللي قالت ليه راه طاح في، هو نفس الصياد؟ هو الصياد. واخا هذا الصياد هذا ملي دلا بالشهاده ديالو عبر تقنيه اللايف او التسجيل، وقال على ان جات سياره كحله كحله
وهي السياره كحله ماشي ديال ولدك. الولدي اللي ما عندوش سياره كحله. ممكن يكونوا مثلا هادو هما السياره كحله لقيناها حنا هذاك النهار ومخزونه في واحد البلاصه جنب الحيط محطوطه حتى في الباركين فين كاين الطوموبيلات. داير نجهد الدقه الطوموبيل ديالي مطربه وقال لي الدراكي هذيك اللي تذكر قال لي واحد من ولادك يمشي يجيب الطوموبيل حيت هي عطاتهم الساروت. قال لي هاكي الساروت وواحد من ولادك يجيب الطوموبيل. قلت له ما يجيبش ولادي الطوموبيل ما يجيبوهاش الطوموبيل خليها في بلاصتها حتى تجي الشرطه العلميه ويشوفوا الطوموبيل شكون كان مع ولدي. ما جاتش انا الطوموبيل تداوها الدرك اللي عندهم لا بريكاد 15 يوم عدوها صيفطوها عاد صيفطوها الفوريان الفوريان ديال الصخيرات. انا في تماره صيفطها لي الفوريان ديال الصخيرات. عندي الورقه شحال مخلصه عليها ومحيد لها الباتري جديد جايه جراها على الدار كلشي عندي الوثائق كاملا دقه بدقه كل حاجه كنقيد لها شغلها شي حاجه ما كتفوتني يا وليدي. من بعد ما هاد المجريات كلها وقاضي التحقيق المصير ديال هاد السيده اللي انتم كتهموها كطرف يعني انت من طرف المختفي اولا المختطف اولا المقتول عبد القادر الحرش اشنو جرى معها في القضاء؟ جرى في القضاء اولدي الاولى ديال تماره انا باقا كنقابل عليها باقا كنقابل فيها. دابا عندك جوج ديال الدعوه جوج ملفات الدعوه الاولى اللي كنرافعها عبد القادر بنفسه ها هي انا كنقابل باقا كنقابل عليها ديال الضرب والجرح محاوله قتيلها والقذف والتهديد والابتزاز اييه الاولى فيها خوها امها باقا هذه راه باقا كنقابل فيها والثانيه راه كنقابل فيها. درت شكايه رئيس النيابه العامه عطا عاود البحث الشرطه القضائيه باش يعاودوا البحث ديال تماره كيصيفطوا لها كيسدعيوها الدار ما كايناش قال لك كيلقاو حتى شي واحد ولا ثاني الرئيس ديال الجنايات ثاني كيسدعيها ما كيصيفط حتى واحد. عطاني ملي جابوها البوليس عطاتهم عنوان اخر قال لك راه ولات ساكنه في طنجه قالت لهم انا وليت ساكنه في طنجه عطاتهم داك العنوان في طنجه. ملي سدعاها الرئيس قال لي هاك السيد عطاها لنا باش نذكره يصيفطوها لنا باش تجي تحضر تواجه انا وليدي انا وليت بحال لي انا خصني نمشي انا بيدي واخا غتمشي لطنجه العون ديتها انا بيدي انا ام ديتها بيدي حتى العون حتى لطنجه ومشيت للمحكمه وشديت عون قضائي ومشينا كنقلبوا عليها في داك العنوان اللي عاطيه هي الشريع والرقم العماره ولكن رقم الشقه ما دايرنش ما مقيدنش عند البوليس. رقم الشريع ها هو ورقم العماره ها هي ورقم الشقه ما كاينش. يومين وحنا كنقلبوا كنمشيو ونجيو حتى مشيت لعند القايد ديال داك المنطقه مشكور من هذا المنبر وحكيت له وصيفط معايا المقدم ديالهم ودانا عاد لهذيك العماره نيت قلب عليها ولقينا العساس تام معانا العول القضائي هي هذيك. قال له هاد السيده واش كتسكن هنا العماره؟ قالنا راه هي هذه غير محي لها الرقم ولكن الشقه ما ديرنها لكمش ما مقيدنهاش في المحضر. قلت له واش كتعرفها؟ قال له العون واش كتعرف هاد السيده؟ قال له ما هاد البنت ما عمري سكنت هنايا ما عمر هاد السميه وهاد البنت ما عمرها ساكنه هنا العساس. قال له ما عمرها سكنت. قال له العون قال له نسني على هادشي راجل كبير مسكين قال له نسني على هادشي هاد السيده كاذبه. السيده قال له دايره جريمه وكاذبه كاذبه على المخزن وكاذبه قال له على ذكرى وجاي كتكذب حتى على العساس وعماره كاذبه عليها بنفسها. هي هذيك سنى لي فيها بالله عطيها رقم مجهول وجبته وعطيته للمحاميه عطاته وحطاته للمحكمه. كتكذب على القضاء وكتكذب علاش ما بغات. دابا ولدي انا ما عرفت ولدي ميت ولا حي. انا حقي ما غنتنازلش عليه وولدي ما غنتنازلش عليه لا ميت ولا حي. توريني ولدي فينا هو ما عمري غنتنازل عليه. ام الفاتحه بالنسبه للاستاذه زينب هي المحاميه ديالك بعد ما استعصى عليكم توصلوا استدعاء لهذه السيده هذه المتهمه طرفكم انتوما شنو الاجراء اللي دارته دابا الاستاذه زينب بحكم انها هي شاده الملف؟ دابا دايره الاجراءات ديالها هي دايره الاجراءات وعاود ثاني عاد تحط شي اجراءات اخرى ثاني في هذا الملف
كنشكرها من هذا المنبر، كنشكر الاستاذه ليلى الله يعطيها صحيح، حتى هي وعاتني ما عارفاش في القضاء، ما عارفاش، ما عمري فتش في هذه الجرائم، اول مره وقع لي هذا المشكل ديال ولدي. هادشي اللي كاين ولدي، وانا حقي رانا ما غندوزوش لا ميت ولا حي، حق ولدي راه ما غندوزوش، بغيت نعرف ولدي ميت ولا حي، حيت هاد السيده كاذبه، كاذبه على القضاء. انا توريني هاد الجوج اللي قالت كانوا معاها، توريني هاد الجوج اللي وراو لولدي الحشيش، هادي شحال من مليون مشى ليها ولدي يجبدها، وهما ما مشاوش ليها، ولدي جبدها بوحدو. بغيت نعرف ولدي فينا هو، وبغيت نعرف هذاك الحشيش اللي طاح عليه ولدي فينا هو، خصني نعرف هذاك الحشيش اللي طاح عليه ولدي فينا هو، يوريوه ليا باش نعرف ولدي راه طاح الحشيش. بورطابل ديال ولدي، التليفون ما عطاوه لياش نهائيا، من الساعه اللي شفتو عند داركي وعندها هي من تما ما شفتوش التليفون ديالي. انا كنطالب ديال ولدي اللي فيه القصص كاملا ما كاينش، والخبره قالك داروا خبره للتليفونات، تليفون ولدي ما لقاو حقه فيه والو، وديال هي ما يمكن لهمش يديروا لها الخبره للتليفوناتها، كاينه في المحضر هادشي. دابا البورطابل ديال ولدي ما شفتوش، ما حطوه ليش المحجوزات، ما كاينش، خدايت المحجوزات وما فيهمش البورطابل، عندي الورقه ديال المحجوزات ما كاينش. وانا كنطالب برئيس النيابه العامه وبالحموشي وبالقضاء يوقف معايا ويجري في هذا الشيء، وكنطالب بالحموشي يراجع الملف وتحقيق يفتحوا 2019 22 شهر 4 ويشوف ديك الجريمه اللي كانت تما، تعرف ولدي ميت ولا حي. واخا أمي فاتحة، أمي فاتحة حكات لينا قصة ديال عبد القادر الحرش، لكن هي الأولى والأخرى تكييف القضية وكذلك المصادر المتبعة وكل ما يتعلق بالقضاء فهو للقضاء، لا نشكك في القضاء ولا نشكك في الأبحاث، لكن ربما هناك تضليل من نوع ما، أو ربما هناك ما يسمى بتمويه في قضية الجريمة، كيقولوا ما شافوش الجثة، هذيك العلبة ديال الحشيش ما لقاوهاش، اللباس فقط اللباس الأسفل السروال والسبرديلة، لكن الجاكيطة والتريكو وما فوق ما بانوش. البورتابل كاين عند المتهمة الأولى من طرف الأم فاتحة، لكن أشنو وقع؟ هذه مسألة قانونية، هذو مسائل ديال القانون وديال القضاء، القضاء له الحق في الإدانة، له الحق في التبرئة، له الحق في المتابعة. غادي نخليو القضية في القضاء، ما غاديش نتذكروا فيها، لكن الأمور الإنسانية نتحدث فيها. أمي فاتحة كطالب على أن ولدها ياخذ حقه، ميت أو حي أو مختطف ياخذ حقه. غادي نشوف أمي فاتحة في كلمة أخيرة ونسمعوا واش غادي تقول. أمي فاتحة كلمة أخيرة. وتقول شاهد وليدي شاف ولدي راه طاح، شاهد واحد ما شافش ولدي راه غرق. من تي عرفتي ذاك الولد غرق تغوتي على الناس قولوا زيدوا راه كيغرق، يشوفوا الناس. شاهد واحد ما شافوش، هي اللي قالت، قالت هي غنتيق. موهتني، تلفتني وليدي، تلفتني شي بحر ما كاينه، شي حشيش باش قالوا راه طاح ليه ما كاينه لا حشيش لا والو، هي السبب في ولدي. وتوريني ولدي عنده معها صوابق، توريني ولدي فينا هو، ميت توريه ليا، حي توريه ليا، انا متابعاها وانا راضيه بالقضاء والحمد لله عندنا القضاء، اللهم لك الحمد، انا ما نجري في عثار حتى شي واحد، الحمد لله انا راضيه بحكم سيدي ربي وليدي، انا راضيه عليه، انا مفرجاه بالرضا ومغطيه بالرضا، ولكن حق ولدي رانا ما دايزاش، راه 3 سنين وزياده وانا كنموت على ولدي، 3 سنين التليفون اللي كيصاوني كنقول ولدي، كندوز على شي واحد مغطي كنقول هذاك ولدي، عرفت ولدي ميت ولا حي، حسبي الله ونعم الوكيل فيه، حسبي الله ونعم الوكيل فيه. وكل حاجه جريت عليها من ذاك التاريخ لهنا، كل حاجه كنقيدها، وعندي حوايج اخرين وما نقولهمش دابا حتى نشوف، طاقه عندي وما غاديش نقول حتى نشوف، عندي الحمد لله. أمي فاتحة اصبر، أمي فاتحة مسكينة بدموع ديال الأمومة، دموع ديال الكبدة، دموع ديال الشوق لولدها، دموع ديال الصدق، دموع ديال الإحساس باش كتكلم معانا. الكلمة الأولى والأخيرة للقضاء،
الكلمة الأولى والأخيرة الحجج وكذلك البراهين وضوابط الاتهام. كنتوا معنا عبر مغرب نيوز مع أمي فتيحة وقضية عبد القادر حرش اللي حتى هو شبيه بقضية تهامي البناني التي لم تبت المحكمة إلى يومنا هذا، واليوم تم تأجيل الملف إلى الأسبوع القادم من أجل البت فيه أو لمناقشته. نحن كلنا ثقة في القضاء، نحن مع القضاء. رفعت الجلسة وإلى اللقاء.